سننتقل معك إلى صحيفة آخر لحظة، ومنها نقدم هذه الجولة معك. وفيها نقرأ: البشير يوجه بأولوية التعاون العسكري مع تركيا. وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بجعل التعاون العسكري مع تركيا مقدما في المجالات الأخرى. وأكد البشير لدى لقائه في بيت الضيافة أمس وزير الدفاع التركي الجنرال قلوس أبكار متانة وأزلية العلاقات بين البلدين وحرص السودان على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة. وأوضح رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين جيش البلدين وبعد جولة من الزيارات المتبادلة للمسؤولين العسكريين بالبلدين. وأشار عبد المعروف إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي للسودان تؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية للبلدين للتعاون في المجالات كافة. إذن وزير الدفاع التركي في زيارة للسودان أستاذ محمد تأتي في إطار هذا التعاون الاستراتيجي بين جيشي بلدين كما قال رئيس الأركان المشتركة. كيف تقرأ هذه الزيارة وتأثيراتها على علاقة الجيش السوداني والتركي؟ طيب، من الواضح أنه كما أشار السيد رئيس الأركان المشتركة السوداني كمال عبد المعروف أن هناك تنامي مضطرد في التعاون العسكري بين البلدين، انعكاس للتطور في العلاقات السياسية وانعكاس على شكل بتاع محاور ومشروعات. هذه هي الزيارة يمكن أن تكون الثانية للسيد خلوص أبكار الجنرال اللي هو وزير الدفاع. يجب أن نشير إلى أنه زار الخرطوم في ديسمبر الماضي بمعية السيد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان حينما كان رئيسا للأركان المشتركة، والآن يعود كوزير للدفاع. أيضا يجب أن نشير إلى أنه في منذ 3 أشهر أو أكثر 4 أشهر أو 5 أشهر كان رئيس الأركان السوداني كمال عبد المعروف في أنقرة في زيارة لتركيا، جرى فيها العديد من التفاهمات. أيضا يجب أن نشير إلى أنه في زيارة رئيس الأركان الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية جرى لقاء بنظيره التركي وحدثت الكثير من التفاهمات. في زيارة يجب أن أشير أيضا إلى أنه في الإعلان الاستراتيجي للعلاقات بين السودان وتركيا في ديسمبر الماضي جرى التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري يتضمن التدريب ويتضمن التعاون الأمني ويتضمن العديد من المجالات المشتركة، وأهم ما في هذا الأمر هو إنشاء مرفأ لصيانة السفن العسكرية والمدنية في مدينة سواكن. هذه الأمور تعكس أنه هناك تطور كبير، وحسب توجيهات رئيس الجمهورية أنه إعلاء التعاون العسكري بين البلدين أكثر من المجالات الأخرى. يجب أن نشير إلى أنه تركيا هي تصنف الدولة الثانية على مستوى حلف شمال الأطلنطي حلف الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عسكرية كبرى، لديها العديد من الإمكانيات. يمكن للسودان الاستفادة من التعاون العسكري مع تركيا، خاصة فيما يلي تطوير القوات البحرية، فيما يلي الصناعات الحربية وصناعة الأسلحة، لأنه الصناعات العسكرية التركية متطورة ولديها العديد من التفوق. حتى يمكن الإشارة إلى أنه نجحوا في تحقيق تطورات كبيرة فيما يلي التقنيات العسكرية المتقدمة والدقيقة. يمكن للسودان تحقيق كل هذه الفوائد والثمار إذا تمت إدارة هذه العلاقة بشكل فعال. لكن هذه الزيارة تأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية، فهل يمكن أن تنظر لها بعض الأطراف بعين القلق؟ بالتأكيد، وهو ما حدث في ديسمبر الماضي حيث أن زيارة أردوغان للخرطوم أغلقت الجارة الشقيقة مصر حيث أبدت غلقها خاصة من التواجد التركي في منطقة البحر الأحمر، وكذلك الحال بالنسبة لدول الخليج فيما بالتحديد اللي هي السعودية والإمارات. ويمكن النظر إلى أن السعودية والإمارات ومصر يخشوا وجود محور تحالف يضم السودان وقطر وإيران يمكن أن يشكل تهديدا لأمنهم الاستراتيجي، ولكن السودان وتركيا أكدوا في أكثر من مرة أنهم ليسوا يعني علاقتهم ليست جزء من محور معادي أو غيره، بالعكس هم يسعوا لتأمين مصالحهم الاستراتيجية، يسعوا إلى علاقات مفتحة مع الجميع. كما نعلم جميعا أنه إذا تواجدت القوات التركية على مستوى لتأمين مصالحها في منطقة البحر الأحمر في سواكن أو غيرها هي لن تكون المرة الأولى، هناك تواجد لهم في الصومال ولديهم تواجد أيضا في مناطق أخرى، يعني هو تقريبا ده التواجد الثالث للقوات التركية التي تتواجد في منطقة البحر الأحمر اللي هي ذات الطبيعة الاستراتيجية. إضافة إذا كده نشير لأنه عندهم تواجد في منطقة الخليج العربي وتواجد طبيعي في منطقة البحر الأبيض، وده جزء مهم جدا لتأمين تركيا باعتبار أنه قوة عسكرية كبرى في العالم ولديها مصالح اقتصادية مهمة في المنطقة، وتزع في الآونة الأخيرة بعد أن سدت في وجهها باب الانضمام للاتحاد الأوروبي وغيره للتوسع والاتجاه شرقا والذهاب والاستثمار في أفريقيا التي تحظى بالكثير من الموارد الاقتصادية الخامة التي يمكن أن تكون مصدر جذب للصناعات التركية المتطورة. نعم.